السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عندما تلهج الألسن باللغة العربية تتهادى منها البلاغة والفصاحة والمحسنات البديعية التي تضفي سحرا غير معهود تطرب له الآذان. فكيف إذا كانت تلك الدرر المنظومة كلام الله المنزل؟ إنه الجمال الذي لا يضاهيه جمال، بل هو السحر الحلال. في ظلال القرآن ودوحه نلتقي في هذه الليلة المباركة من ليالي الشهر الفضيل بالوجوه النيرة، ناثرة لنا الدرر الكامنة ومحلقة بأرواحنا إلى عالم السمو. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. صدق الله العظيم. وبادروا وسابقوا إلى الله جل وعلا بأنواع الطاعات والقربات، إلى مغفرة وجنة عرضها السماوات والأرض هيأها الله للمتقين من عباده. الذين ينفقون في السراء والضراء، أي الذين ينفقون في حال اليسر والعسر، والكاظمين الغيظ الذين يتجاوزون، والعافين عن الناس الذين يتجاوزون عمن ظلمهم، والله يحب المحسنين أي المتصفين بهذه الصفات والأخلاق. غفر الله لنا ولك وللإخوة وللمشاهدين وللمسلمين أجمعين، إنه غفور رحيم. قراءة موفقة مسددة، جزاك الله عنا خيرا، فقد أمتعتنا وأسعدتنا بهذه القراءة. وإن كان من ملاحظة فإنه بودي أن تتنبه للوقوف، فلا تقف على معطوفات دون الرجوع إلى ما قبلها، ولعلك عليم بذلك، فجزاك الله خيرا. أحسنت وفتح الله عليك وزادك من فضلك. قراءة طيبة محبرة ندية تشكر عليها، وأشير إلى أمر وهو مع التغني بكتاب الله والعناية بتحسين الصوت ينبغي ألا يغفل القارئ عن الأحكام التجويدية واستيفاء المخارج والصفات. بارك الله فيك ووفقك لكل خير. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون الحق من ربك فلا تكن من الممترين فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا ندع أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم
أنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين. إن مثل خلق عيسى عند الله كمثل آدم أي خلقه من تراب وكلاهما خلق بكلمة كن. فالحق الذي جاءك من عند الله فالذي ذكره الله من أمر عيسى هو الحق فلا تكن من الشاكين فيه. فمن جادلك فيه من نصارى نجران من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا أي تعالوا ننادي أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نتضرع إلى الله بالدعاء على الكاذب منا أي أن يلعن الله الكاذب منا. جزاك الله خيرا شيخ عامر وزادك من فضله. وإن كان من رأي أو ملاحظة وهي سيرة أن تتنبه إلى تفسيرك للآيات بأن تنطلق انطلاقة المتقن الضابط لما يعلمه من تفسير كلام الله جل وعلا في هذه الآيات. ولقد أبدعت وأجدت فجزاك الله خيرا على هذه التلاوة العطرة. أحسنت وبارك الله فيك وزادك من فضله، قراءة طيبة ندية، أسأل الله أن يجعلها حجة لك لا عليك وأن ينفعك بها ومن استمع إليها. وإن كان من ملاحظة فهي ملاحظة بارزة ظاهرة في القراءة ظهرت لي، وهي ما متعلقة بتصفية الحروف، تصفية المدود، تصفية الغنن وخواتيم الآيات، بأن تجتنب التكرار، لأن هذا لأن طريقتك في هذا تكرر بها الأحرف في ختام الآيات، فتنتبه لهذا. بارك الله فيك ونفعك ووفقك لكل خير. بارك. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين كفروا وقالوا لإخوانهم إذا ضربوا في الأرض أو كانوا غزا لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا ليجعل الله ذلك حسرة في قلوبهم والله يحيي ويميت والله بما تعملون بصير. شكر الله لكم شيخ وليد وبارك الله فيكم، قراءة وصوت ندي شجي زادك الله من فضله. وإن كان من ملاحظة فيلاحظ أمر مهم، وهو ما بدر منك من عدم تصفية الصوت من الغنن أو من إدخال بعض صفات الحروف على بعض، فوجب التنبيه على ذلك، وأنت بإذن الله يعني حري بمراجعة هذا الأمر والنظر فيه زادك الله حرصا. أحسن، تبارك الله فيك وفتح عليك وزادك من فضله. ثمت ملاحظات على هذه القراءة، من هذه الملاحظات الانتباه لمخرج حرف الضاد في الأرض وغيرها، انتبه أن تخرجها من مخرجها الصحيح، فهذا أمر مهم. بارك الله فيك، أكتفي بهذه الملاحظة ويسر الله أمرك. قف في رحاب الضاد تكسب رفعة فمجالها بحر بلا شطآن، الله أكرمها وبارك نطقها وأرادها لتنزل القرآن. اقرأ فمفتاح العلوم قراءة عمت بشائرها على الأكوان، عربية والمصطفى أرسى بها منهاج صرح ثابت الأركان. ندعوكم مشاهدينا لمشاركتنا آراءكم ومقترحاتكم عبر هاشتاج البرنامج بحسابات التواصل التي تظهر أمامكم على الشاشة لاختيار بلبل الحرم الفائز في مسابقة بلابل الحرم، جوائز قيمة بانتظار المتسابقين، وسيارة للفائز الأول
مقدمة من مؤسسة مجمع إمام الدعوة الخيرية بمكة المكرمة. ولكم أنتم مشاهدين الأعزاء، يسرنا أن ننوه إلى سؤال حلقتنا لهذا اليوم الذي سيظهر أمامكم على الشاشة. إن الرسالات الإلهية كلها اتفقت على كلمة عدل واحدة، بين هذه الكلمة. راجين لكم حظا وافرا. شكرا لحسن استماعكم ومشاهدتكم، وإلى اللقاء في حلقة متجددة، والسلام عليكم ورحمة. ختام